المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية أحد أهم القرارات التي اتخذها مصطفى الكاظمي بعد تسنمه السلطة عام 2020، وهو تشكيل لجنة خاصة لمحاربة الفساد، قامت باعتقال ومحاكمة عشرات الأشخاص بتهم فساد. فدستور العراق نص على عدم السماح بتشكيل محاكم خاصة أسوة بالمحاكم التي أنشئت إبان النظام السابق. إلغاء هذه اللجنة سيكون من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية، لأنه يخالف أي قرار هذه اللجنة رقم 29 لسنة 2020، يخالف الدستور ويخالف القوانين ذات الصلة المتعلقة بالنزاهة وقانون أصول المحاكمات الجزائية. قرار المحكمة الاتحادية ألغى أيضا كل القرارات والأحكام الصادرة عن لجنة مكافحة الفساد، ومنح المتضررين من أحكامها حق اللجوء إلى القضاء العادي. واستند قرار الإلغاء إلى معلومات تحدثت عن تعذيب جسدي للمعتقلين، فضلا عن انتزاع اعترافات منهم بالقوة أدت إلى صدور أحكام قاسية بحقهم وتغريمهم. يجب أن تكون هناك دولة مقعدة على أسس قانونية، ولذلك الإجراءات الراديكالية اللي اتخذت لضرورات معينة تم تجاوز ضرورتها الآن، وهذه هي ممهدات. إلغاء القرار هو ممهد لإعادة الدولة إلى أسسها الصحيحة وإلى القانون والدستور. بعد إلغاء لجنة مكافحة الفساد سيطلق سراح المعتقلين الذين يحق لهم تقديم شكاوى ضد اللجنة ورئيسها ورئيس الوزراء. قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبحسب الدستور باتت واجبة التنفيذ فور صدورها ولا يجوز الطعن فيها، وقرار المحكمة الأخير سيسدل الستار على لجنة اتهمت بخروقات قانونية تمس حقوق الإنسان تم تثبيتها أمام القضاء والبرلمان. ضياء الناصري، العربي، بغداد.